الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهنئكم بقدوم شهر رمضان، هذا الضيف العزيز والزائر العظيم الذي طال انتظاره واشتاقت النفوس إليه. سأل المولى عز وجل أن يوفقنا لصيامه وقيامه. غدا إن شاء الله سنشرع في عبادة الصوم، والصوم في حقيقته هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، فللصوم ركنان: الإمساك والنية. وأما شروط وجوبه فالبلوغ، فلا يجب على الصبي ولا يؤمر به، وإذا صام تطوعا دون مشقة فلا بأس بذلك. والشرط الثاني القدرة على الصوم، فلا يجب الصوم على العاجز حقيقة أو حكما، فالعاجز حقيقة كالمريض، والعاجز حكما كالشيخ الكبير والمرضع والحامل إذا خافت على ما في بطنها. والشرط الثالث هو الإقامة والحضور، فلا يجب على المسافر سفر قصر ومباح، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي شهد، أي حضر، أي لم يكن مسافرا. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.